ولا احنا يعني شغالين مع بعض كده وخلاص سد خان. انا صعبان عليا ان بابا مات من غير ما يعرف انا بعمل ايه. معلش انا عمري ما خبيت عليه اي حاجه الا دي. هو الوحيد اللي كان بيشجعني وبيثق فيا. لما كان بيسالني انت نازله رايحه فين كنت بقول له رايحه النغم او ادور على شغل. ما كانش ينفع اقول اني بشتغل. ما كانش هيوافق، كان هيرفض. ايه رايك بقى ان باباكي لو كان عارف كان هو اللي هيشجعك ويقف جنبك وانت بتعملي حاجه غلط؟ ياه انا حاسه دلوقتي بالذنب. حاسه اني غلطت في حقه اني ما قلتلوش. يلا بينا يلا بينا قبل ما ينزل علينا. مش متخيله انه ما بقاش موجود. انا مش عارفه دلوقتي هنعمل ايه وهنعيش من غيره ازاي. بس يا سمر يا بنتي البقاء لله. حياتك الباقية. بس يا حبيبتي مش كده. بس يا سمر انت لازم تعرفي انك دلوقتي بالنسبة لي زي لمار بالظبط. اي حاجة تحتاجيها خدي نمرتي من لمار. دي نمرتي الشخصية. انا مش بديها لأي حد. انا من النهاردة عندي بنتين سمر ولمار. اوكي؟ خلي بالك بقى انا بحب بابا جدا، يعني هتلاقيني بنفسن عليكي على طول. خدي بالك مني. ها على فين؟ رايحه لماما. هتعوز مني حاجه؟ لا اتفضلي. سعيد فين؟ نايم فوق. باي باي يا بنات. باي باي ماما. باي. يلا ماما. لمار يا لمار. ايه عايز ايه؟ معايا ضيوف. انت عايز ايه؟ ما بتردش ليه؟ قلت لك معايا ضيوف. مين؟ اه كنت بنت الموزه بتاعت الحفله بتاعت امبارح. عارفين عليها؟ مش هي معايا سمر. يا بنت كئيبه. شش حرام عليك، مش عايزاها تسمعك. وبعدين دي باباها لسه متوفي. شفتي مش بقول لك كئيبه؟ اطلعي باي حاجه من معاكي يا جدع. لو ماما سايبه معاكي حاجه يعني. ماما مش سايبه معايا حاجه. اه مش سايبه حاجه. طب ما تجيبي انت اي حاجه. بس لو بابا عرف على فكره هتبقى كارثه. ماشي ماشي محدش عارف. يلا امشي بقى امشي. يا عيله من احلى. يلا ربنا. مش ده يرحم عليكي بقى. مش شرط تيجي على قلبنا كمان. الله خلينا نخلص منه. ازيك يا رام؟ هو انت عرفت ان بابا توفى؟ عرفت. طب مش كان يصح برضو تيجي تعزينا؟ لكن اكيد في حاجه مهمه هي اللي منعتك. ما تعرفش مكتب عم جمال فين؟ هو موجود في مكتبه اخر الطرق. طيب انا هروح لعم جمال. حصلنا نجلاء. على فكرة ما جيتش هنا عشان. كويس انك جيتي. في مكان انت عايزني؟ اه انا كنت عايز اتكلم معاك. غريبة ما جيتش يعني ولا تتكلم معايا ولا تقف جنبي وتحسسني ان انا مخطوبة وان انا ليا ظهر. هو انا عايز اتكلم معاكي بخصوص الحكاية دي. اوي اوي. تحب ان احنا نتكلم فين؟ مكتبي. كويس اتفضلي. هو انا سألت سؤال غلط ولا ايه؟ لا هو مش غلط ولا حاجة كمان. يا بس أنا مش عارف أقول لك إيه. إحنا أصلنا بعد ما مات عبد العزيز الله يرحمه اكتشفنا إن طول عمره كان شغال معانا هنا بعقد عمل مؤقت. يعني عمره ما كان متعين على درجة وظيفية. عقد مؤقت إزاي؟ أنت بتقول إيه يا عم جمال؟ أعمل إيه؟ ده اللي حصل. يعني أنا أبويا ليه مكافأة وليه معاش ولا ملوش حاجة؟ أنا مش هينفع أشرح لك الحكاية دي هنا عشان دي حكاية محتاجة وقت. أنتي دلوقتي تروحي وأنا هاجي لك البيت أقعد أشرح لك الحكاية دي بالتفصيل. أعرفك إيه اللي ليكوا وإيه اللي عليكوا واللي فيه الخير يعمله ربنا. إن شاء الله. ايه ساكت ليه؟ بتدور على حاجة تقولها؟ لا أبدا بس متضايق. صح أنت عندك حق. أنا مش هقدر أقولك أي حاجة. أنا غلطت لما خبيت عليك إني عندي الصرع. بس قلت يعني مش هتفرق معاك. قلت طالما إحنا بنحب بعض واخترنا بعض خلاص. بس أنا كان لازم أعرف. عندك حق.
بس ده يعني يخليك ما تبكيش وتقولي بقاء لله وتقف معايا في موقف زي ده؟ طبيعي كنت متضايق وزعلان، حسيت اني خدعتيني. خدعتك مره واحده؟ ليه اكتشفت ان انا كنت بحب حد وخبيت عليك يعني، ولا اتجوزت وما قلتلكش؟ والله ما تفرقش كتير. اه بجد؟ انت شايف ان هي ما تفرقش كتير؟ ماشي. على العموم انا عارفه انت عايز ايه. اتفضل. انا هعتبر ان انا اللي فسخت الخطوبه. شبكتك هديلك بكره. وريت بقى تبقى تبعت حد يتمم عليها لا تكون حاجه ناقصه. بتتكلمي كأن انا اللي غلطان. لو كنت انا اللي خبيت عليكي حاجه زي دي كنت هتعملي ايه؟ اقول لك انا. كانت الآية تتبدل. تعتبري ان انا خدعتك وكدبت عليك وتعملي اكتر من اللي انا عملته. على فكره بقى انت اللي مش مظبوطه. لو سمحت كفايه قوي لحد كده. يلا يا نجلاء احنا غلطنا ان احنا بقى. أجيب ماي أجيب ماي. أقدر تشربي ماي؟ نجلاء أنا آسف. تشربي ماي تاني؟ يلا نمشي. قومي 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 يلا. طب استريح. شكراً. أنا عارف إنك زعلانة مني، بس حبيبتي أنت وحشاني وكان نفسي أشوفك حتى لو ماما مش عايزة. والله اتصلت بيكي كتير. بابا هو أنت عايز إيه؟ يعني حضرتك عايز إيه من الزيارة دي؟ نشوف بعض؟ اه. طب قد احنا شفنا بعض اهو كله تمام خلاص. المهم بس عندي انك ما تفتكرش خالص اني ممكن اسيب بيتي ده واجي اعيش معاك في الحارة. عايزني اعمل ايه؟ كنت عايزني اسيب كل العز اللي انا عايشه فيه والفلوس والحياه اللي تتمناها اي بنت واجي اعيش معاك؟ اعيش معاك ومع بنات سميه زي ما ميرا عملت؟ عايزني افضل طول السنه عماله ارقع في هدومي؟ ولا عايزني استلف هدوم الشتا والصيف من الجيران عشان ابقى بنت كويسه وبتحب ابوها؟ انا ما كنتش غلط، انت اللي غلط. انت اللي كنت عايز تفضل موظف تستنى المرتب كل شهر. كنت عايزنا ناكل ونشرب ونعيش كلنا بمرتبك اللي مش مكفي حتى مواصلاتك للوزارة اللي بتشتغل فيها. انا ما اقدرش اعمل كده. انا بحب الحياة. استاذ سامح عايز حضرتك. اه اوكي خليه يدخل. تمام. اتفضل يا استاذ سامح. قعدت اقول هتتصل هتتصل. طب يا ستي مش علشان عشان خاطر الشغل؟ والله انا كنت هكلمك بس يعني معلش حصلت مشكله صغيره كده. مشكله صغيره وانا موجود؟ ده كلام برضه. اتفضل.